السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون في أبرز عناوينها. عشرات القتلى والجرحى في تعز في اشتباكات بين قوات الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني، والأمم المتحدة تطالب بتوفير نحو 300 مليون دولار للدعم الإنساني. سلسلة هجمات متفرقة في أنحاء بغداد توقع 40 قتيلا، وتضارب الأنباء حول مقتل عزة الدوري. عناصر داعش تتراجع خلال اشتباكات مخيم اليرموك، والرئيس السوري يقول إن الوضع في بلاده بات أكثر تعقيدا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روبرت موغابي رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه لفخامته وأصدق تمنياته له بوفر الصحة والسعادة ولشعب بلاده بالطراد التقدمي والازدهار. أفادت مصادر يمنية أن تنظيم القاعدة استولى على معسكر تابع للجيش اليمني في مدينة المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وتم مصادرة أسلحة ثقيلة كانت بداخله. من جانبها واصلت قوات عاصفة الحزم غاراتها الجوية جنوب اليمن مخلفة 40 قتيلا وعشرات الجرحى. بعد يومين من تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، والذي ينص على وقف العنف والدعوة للحوار بين الأطراف اليمنية والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف المتنازعة إلى حوار يمني داخلي بعيدا عن مشاركة الآخرين فيه، مؤكدا أن ما يجب فعله هو تسهيل الحوار بين المكونات اليمنية للخروج من الأزمة الراهنة. الأمم المتحدة من جانبها وجهت نداء لتوفير نحو 275 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية باليمن. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 150 ألف شخص نزحوا عن ديارهم، مشيرا إلى أن المنشآت الصحية أبلغت عن 767 حالة وفاة خلال شهر مارس وإبريل الماضيين. وعلى الصعيد الميداني تواصل قوات عاصفة الحزم غاراتها الجوية جنوب اليمن مخلفة 40 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت مصادر محلية أن طيران قوات عاصفة الحزم شن عدة غارات جوية على القصر الجمهوري في محافظة تعز جنوب غربي اليمن الذي تتمركز فيه قوات موالية لجماعة الحوثيين وقوات من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفة أن معظم شوارع تعز أغلقت لا سيما الطرق المؤدية إلى مقر اللواء 35 والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى اجتماع في منتصف مايو المقبل لبحث الملف النووي الإيراني، إضافة إلى النزاعات في اليمن والعراق وسوريا. وقال البيت الأبيض أن هذه الاجتماعات التي ستعقد يومي 13 من مايو في البيت الأبيض والرابع عشر منه في كامب ديفيد ستكون فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون على الصعيد الأمني. وكان أوباما أعلن هذا اللقاء في بداية إبريل انطلاقا من حرصه على طمأنة دول الخليج بعد التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران حول برنامجها النووي. في العراق سقط نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح إثر تفجير وقع بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فيما شنت الطائرات الأمريكية وقوات التحالف 21 غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش. من جهة أخرى ترددت أنباء عن مقتل عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين على أيدي قوات الأمن العراقية.
مع أمنيات سياسية وشعبية بنجاح زيارة العبادي إلى واشنطن، خصوصا على مستوى تسليح الجيش العراقي، تترقب بغداد سرعة استجابة واشنطن لطلبها، خصوصا وأنها تخوض حربا مفتوحة ومن جميع الجهات مع مسلحي تنظيم داعش الذين عاودوا للالتفاف على القوات العراقية في محافظة الأنبار، والتي تشهد عمليات كر وفر في ظل إحكام تنظيم داعش على أغلب مناطق المحافظة، وصولا إلى المجمع الحكومي لمركز المدينة، ومحاولات الفرقة الذهبية الخاصة إحكام السيطرة عليها. هناك محاصرة لمركز الرمادي في من جزئين رئيسيين، وهي الجزء الشرقي والجزء الغربي، لكن هناك بعض المحاور الضعيفة التي استطاعت اليوم قيادة العمليات بالتحديد الأنبار متعاضدة مع القوة الجوية العراقية وسلاح الطيران الجيش من كسر هذا الحصار وهذا المحور باتجاه قاعدة الحبانية لعدم قطع الإمداد لاستكمال تحرير مركز المحافظة. ورغم أن التطور الميداني العنف كان في الأنبار، لكن صلاح الدين لم تقل بسخونتها، حيث هاجم المسلحون مدينة بيجي ومن 3 محاور، فيما أضرموا النار بخزانات النفط بعد سيطرتهم على مناطق واسعة من مصفى بيجي، حيث تدور مواجهة عنيفة داخل أسواره بين القوات العراقية ومسلحي داعش والذين دفنوا العشرات من قتلهم في مدينة الشرقاط. المعارك لحد هذه اللحظات مستمرة، وقوات يعني الإرهاب لهم، المنظمة الإرهابية هي منظمة قوية ولها تعزيزات ولها قدرة عسكرية ولها قدرة في التكتيك أيضا، لذلك عندما ينهار في المنطقة فيستعد أن يعيد نفسه في منطقة أخرى، لذلك هناك معالجات حول هذا الموضوع وننتظر إن شاء الله. ووسط نزوح جماعي لأهالي محافظة الأنبار، شنت طائرات التحالف الدولي غارات محكمة على محافظتي الأنبار والموصل، استهدفت أهدافا حيوية للمسلحين. يرى الكثيرون أن ضعف التجهيز العسكري للجيش العراقي أدى إلى سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في الأنبار وصلاح الدين، تجهيز يأمل الكثيرون أن يتجاوز الجيش العراقي عقبته عقب زيارة العبادي إلى واشنطن. لتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد. اتهم الرئيس السوري بشار الأسد تركيا بتقويض خطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف القتال في حلب كبرى مدن شمال سوريا. كما اعتبر الرئيس السوري خلال مقابلة تلفزيونية أن الدعم العسكري واللوجستي التركي كان العامل الرئيسي الذي ساعد مقاتلي المعارضة في السيطرة على مدينة إدلب غرب سوريا الشهر الماضي. الأسد قال إن الوضع في بلاده أصبح أكثر خطورة وأكثر سوءا بسبب المظلة السياسية التي يوفرها عدد من دول الإقليم والغرب للمسلحين، معتبرا أن الأزمة في سوريا تعقدت بسبب التدخل الخارجي. ميدانيا، تراجعت عناصر تنظيم داعش في مخيم اليرموك للاجئين عقب اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين، وأفادت مصادر سورية عن إحراز مسلحين فلسطينيين تقدما في الجبهة الشمالية من المخيم، وذلك بعد اشتباكات اندلعت مع عناصر التنظيم. وأضاف المصدر عن سيطرة فصائل موالية للقوات السورية على منطقة محكمة اليرموك والحارات المحيطة به. في المقابل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لا صحة لما نشر عن انسحاب التنظيم وتسليم مواقعه، مؤكدا سيطرة التنظيم على نحو 80% من مساحة المخيم. يحيي الفلسطينيون في 17 من أبريل من كل عام يوم الأسير بإطلاق فعاليات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وسط مطالب بضرورة إطلاق سراح 6500 أسير. وفي الأثناء تعهدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل بأن محاولات تحرير الأسرى قائمة وسترى النور. منذ العام 1974 دأب الفلسطينيون وبقرار من المجلس الوطني الفلسطيني على اعتبار 17 من نيسان يوما وطنيا يحيونه لمؤازرة أسراهم القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والسابع عشر من نيسان هو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح محمد حجازي أول أسير فلسطيني من سجونها بناء على صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين.
إسرائيل استخدمت قضية الاعتقال كما هي القتل والإبادة الجماعية كجزء من كسر الإرادة والمعنوية الفلسطينية. اليوم في ذكرى الأسير، رغم كل الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير، إسرائيل لن تلتزم حتى بما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الدفعة الرابعة، وبالتالي لا يوجد الفلسطيني شريك للسلام ولا خيار أمام الفلسطيني إلا بالضغط من خلال المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على حكومة الاحتلال باعتبارها حكومة تطرف عنصري. فعلى وقع تزايد معاناة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، أحيا الفلسطينيون اليوم يوم الأسير بالخروج إلى الشوارع في مسيرات دعت لها القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، ونظموا الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الصليب الأحمر، فيما صلى مئات الغزيين في الشارع أمام مقر المندوب السامي إحياء ليوم الأسير. ونحن في يوم الأسير المراقب لسلوك إسرائيل خلال العام الماضي تماما تتعامل مع الأسرى باعتبارهم رهائن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وعلى قاعدة إن لم تستحي فافعل ما شئت، هذا الذي يعني يحكم سلوك دولة الاحتلال. وكما هو الحال في كل جمعة، أصيب العشرات من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وبحالات إغماء بالغاز المسيل للدموع خلال قمع القوات الإسرائيلية للمسيرات السلمية المنددة بالجدار العنصري والمتضامنة مع الأسرى والتي انطلقت عند خطوط التماس. إسرائيل هي بالضبط يعني دولة ماركة، دولة شجعها العالم بصمته أو بانتقاداته المتلعثمة على اعتماد سياسات يعني صارخة فيها تناقض واضح مع كل نص، مع كل اتفاق، حتى الاتفاقيات التي وقعتها معنا. يمر 17 من نيسان لهذا العام، وآلاف الأسرى والأسيرات يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية في ظل ظروف قاسية ومهينة لإنسانيتهم المنسية على أعتاب معادلة دولية ظالمة. راني عريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. سيطرت قوة عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي على معسكر تابع لقوات فجر ليبيا في تاغورا شرق العاصمة طرابلس، فيما شنت مقاتلات حربية تابعة للسلاح الجو الليبي هجمات على مواقع في مدينة بنغازي شرق البلاد وعلى معسكر عام بمنطقة تاغورا، حيث أسفرت الاشتباكات المسلحة عن سقوط قتلى وجرحى. انتقدت روسيا إرسال الولايات المتحدة 300 جندي أمريكي إلى أوكرانيا بهدف تدريب الحرس الوطني الأوكراني، مشيرة إلى أن وجود هؤلاء الجنود لا يسهل تسوية النزاع، حيث وصل الجنود من اللواء 173 إلى يارفوف القريبة من الحدود البولندية. وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتل الصراع في أوكرانيا إلى أكثر من 6100 قتيل منذ بداية الحرب مع روسيا. وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن 6116 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 15400 شخص منذ إبريل الماضي. ونشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل. ألف وثمان مع من؟ ألفين. رطب النغال بولاية دما وطائيين يبشر ببدء موسم القيض بالسلطنة. عشرات القتلى والجرحى في تعز في اشتباكات بين قوات الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني، والأمم المتحدة تطالب بتوفير نحو 300 مليون دولار للدعم الإنساني.
سلسلة هجمات متفرقة في أنحاء بغداد توقع 40 قتيلا وتضارب الأنباء حول مقتل عزت الدوري. عناصر داعش تتراجع خلال اشتباكات مخيم اليرموك والرئيس السوري يقول إن الوضع في بلاده بات أكثر تعقيدا. استبشر أهالي ولاية دما وطايين هذا العام بموسم قيض خصب حيث بدأت تباشير رطب النغال مبكرا هذا العام وبلغت قيمة أولى صفقات طناء النخيل أكثر من 1300 ريال في قرية صوت بالولاية. بين هذه الجبال الشامخة وأحجارها المتنوعة تطل علينا قرية صوت بولاية دما وطايين المعروفة هي والقرى المجاورة لها بأسبقيتها بتباشير القيض على مستوى السلطنة. بدأت تنبيتها تاريخ من 15-12 وبدأ ملامح رطب الاصفرار في تقريبا 10-4 وهذه القرية قرية صوت هي الأول في قرى الولاية والقرى المجاورة لها في انتبهت الرطب وبعد 15-12 يتوافدوا الشراء وإلى هذه البلد. ولهذه النخلة المحتضنة للجبال حكاية أخرى فبعد أن أعلنت تباشيرها بأول رطبة توافد عليها تجار الرطب في ولاية ديما والطائين لتبدأ عملية المزايدة على شرائها. أول ما تكون الحبة من 5 ريال إلى 7 ريال وبعدين يتوجه إلى دولة الإمارات بالكمية بالكيلو وبعدين بالأمنان وآخر شيء يروح إلى دولة قطر. لا يقتصر تجارة الرطب على أبناء الولاية فقط وإنما تتجاوزها لتصل إلى تجار على مستوى السلطنة وعلى مستوى دول الخليج المجاورة. فهنا سالم الجابري الذي جاء من ولاية صحار ليفوز بهذه النخلة ويبدأ في عملية بيع ثمارها وتصديرها على مستوى دول الخليج. عودت سنويا أجي لهني الطايين وأستمر مع هذه التجار اللي هني موجودين وهم تباشر معهم في الأيام يعني كيف النبات وكيف متى وكيف القيض وأول نخيل تكون موجودة أحاول أن أشتري هاي النخيل. بدايته يكون عليه إقبال شديد ومرغوب في كل دول مجلس التعاون الخليجي وهذه لأول حبتين هاي النخلتين اللي خضيتهن ب 2500 ريال من كل نخلة حبة حبة واليوم أول يوم رطب نغال موجود. بلغت قيمة المزايدة للنخلة الواحدة أكثر من 1300 ريال لتسجل أعلى سعر لها لهذا العام حيث من المتوقع أن يكون محاصيل الرطب هذا العام أكثر من الأعوام السابقة نظرا لتقدم الموسم عن العام المنصرم بحوالي 10 أيام. إذن من هنا تبدأ تباشير القيض وبدء موسم قني ثمار الرطب في هذه الولاية. أحمد بن محمد المعمري من بلدة صوت بولاية ديما والطائين محافظة شمال الشرقية. أقيم في قلعة نخل مهرجان تراثي تجسيدا للموروث العماني التقليدي. اشتمل المهرجان على الحرف والمشغولات اليدوية والفنون التقليدية المغنى بالإضافة إلى فقرات تعليمية وترفيهية للأطفال. قلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة والتي تحكي فصلا من فصول التاريخ العماني الضارب في عمق التاريخ تستعيد ذاكرة الأصالة العمانية بكل تفاصيلها وهي تستنطق عبق الماضي التليد الممتزج بحاضر عمان المشرق من خلال هذا المهرجان التراثي. من ضمن احتفالات ولاية نخل كنا واضعين برنامج على أساس أن تكون نحتفل نسوي مهرجان في القلعة التراثي الثقافي يعني يحكي عن الموروث ويحكي عن إفراحنا بعودة مولانا صاحب الجلالة. كل زاوية من زوايا هذا المعلم الأثري احتضن صورة من صور الإرث الخالد أنامل لا تعرف الكلل وهي تحيك وتنسج حرفة يدوية من الحرف التي سطرت عبقا تراثيا لهذه الولاية العريقة. انتقينا الوقت هذا تزامنا مع هي الإجازة لإجازة الأسبوع على اساس نستقطب الكثير والكثير من الزوار والمرتادين لهذه القلعه. الفنون التقليديه العمانيه المغناه كانت عنوانا لهذا المهرجان حيث الحناجر التي تتغنى في حب الوطن والقائد
بمعزوفات عكست قيم المواطنة بكل أبعادها. من هذه الفعاليات مشاركة الحرفيات من الولاية لإبراز حرفهن ودورهن في المجتمع، فهذه فرصة للمرأة أنها تشارك وتبرز حرفتها التراثية. زوايا وأركان من عبق التراث ستزدان بها قلعة نخل على مدار 3 أيام، وهي تطرب زوارها من داخل وخارج السلطنة بمختلف الفنون والحرف التي تساهم بها جمعية المرأة العمانية، والتي تتناغم مع كل ما من شأنه المساهمة في المحافظة على التراث العماني الأصيل. تجسيد حي للتراث والموروث العماني الأصيل بكافة تفاصيله سيعيشه أبناء ولاية نخل وزوار هذه القلعة الشامخة على مدار 3 أيام. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية نخل، محافظة جنوب الباطنة. تحت شعار الإبداع غايتنا أقيم ملتقى الإبداع العلمية الطلابية الثالث بولاية السيب، متضمنا العديد من المعروضات العلمية والمقتنيات الأثرية، وشهد الملتقى مشاركة طلاب من مختلف مدارس محافظة مسقط. الاهتمام بتعريف الجيل الجديد من الطلبة بتاريخ العملات وغيرها من المقتنيات التي مرت في حياة الإنسان العماني كان الهدف الأسمى من إقامة ملتقى الإبداع العلمي الثالث بمدرسة حفص بن راشد بولاية السيب. الملتقى هو إثراء المعرفة لدى الطلاب بمشاركة طبعا كلية الحرس السلطاني ومعهد التدريب المهني وبعض مدارس مسقط وكذلك أولياء الأمور، وكان هو زيارة معرفة بعض الطلاب لأشياء أثرية سابقة قديمة لم يتمكنوا سابقا مشاهدتها ومعرفتها. الملتقى يأتي لتنفيذ بعض الأهداف كإبداع الطلاب وتنمية مواهبهم. في أول يوم كان المعرض معنا، طبعا بعض الطلاب تم مشاركتهم بالطيارات وبعض الاختراعات، نفس ما رأينا يعني تجاوب كثير من طلاب المدرسة، ومنه وقد أضاف لنا مهارات بعض الطلاب الآخرين من المدارس الأخرى كمدرسة جابر مزيد وكمدرسة الشيخ سالم حمود السيابي. مشاركات متعددة احتضنها أسبوع الملتقى من مختلف المؤسسات التعليمية والمهنية، إضافة إلى مشاركة أولياء الأمور من خلال هذه المعروضات في إحدى الجوانب التي أبهرت الجميع. الغرض من هذا المعرض هو تعريف النشأ على تاريخ عمان من خلال الموروثات القديمة ومنها النقود، وكذلك تشجيع من لديه هواية جمع مقتنيات. لوحات المركبات القديمة وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة وآلات التصوير التي يعود تاريخ إحداها إلى أيام الحرب العالمية الأولى. يضيف هذا الملتقى الكثير من المهارات التي يستفيد منها الزائر لمختلف أركانه، إضافة إلى التعريف ببعض المقتنيات القديمة. من مدرسة حفص بن راشد بولاية السيب، محمد بن ناصر الخليلي. وأهم الأخبار الاقتصادية مع خلفان بن سعيد العامري. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. صندوق النقد الدولي يرفض طلب اليونان بتأجيل سداد ديونها المستحقة. قال وزير المالية اليوناني إن بلاده لن توقع أي اتفاقيات والتزامات بتحقيق أهداف لا يمكنها الوفاء بها، فيما تتعرض اليونان لضغوط عدة للقيام بتطبيق إصلاحات من أجل ضمان استقرارها الاقتصادي. تأجيل سداد اليونان لديونها المستحقة لدى صندوق النقد الدولي فكرة مرفوضة وغير واردة. رسالة صارمة بعثت بها كريستين لاغارد رئيسة الصندوق إلى الحكومة اليونانية، حيث أكدت أنه لم يحدث أن قام مجلس إدارة الصندوق بإرجاء أي دفعات للسداد لأي دولة خلال 30 عاما الماضية، وأشارت إلى أنه في الحالتين التي حدث فيها ذلك كانت النتائج غير مثمرة. ونفت وزارة المالية اليونانية تقريرا نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد أن أثينا ناشدت صندوق النقد الدولي من أجل تأجيل سداد ديونها، ويتعين على اليونان سداد 1 مليار دولار للصندوق خلال الشهر القادم. وبإمكان اليونان الحصول على مساعدات مالية إضافية في حالة موافقتها على إجراء إصلاحات صعبة، إلا أن الحكومة اليسارية الحالية ترفض التوقيع على اتفاقات تشمل تلك الإصلاحات حتى الآن.
وقال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكس إن بلاده لن توقع أي اتفاقيات أو تلتزم بتحقيق أهداف لا يمكنها الوفاء بها. لكن اليونان تتعرض لضغوط عدة للقيام بتطبيق إصلاحات من أجل ضمان استقرارها الاقتصادي. وزاد الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. ويرى محللون اقتصاديون ومنهم مايكل هيوسن محلل السوق بمؤسسة CMC أن هذا الخروج أصبح مصيرا لا مفر منه، وأن السبيل الوحيد لتفاديه هو إعادة هيكلة ديون اليونان. يشار إلى أن اليونان تواجه خطر نفاد السيولة المالية لديها بنهاية الشهر الحالي. بعد ارتفاع طفيف في أسعار الذهب لأنه ما زال يتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي مع صدور مجموعة بيانات أمريكية ضعيفة زارت من الغموض الذي يكتنفه موعد أول زيارة لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو 10 سنوات. ففي المعاملات الفورية ارتفع سعر الذهب 0.6% إلى 1204.60 دولارات للوقية، بينما صعد سعر المعدن في العقود الأمريكية الأجلة تسليم يونيو 6.30 دولارات للوقية، ونزل دولار لأدنى مستوياته في أسبوع متراجعا لليوم الرابع على التوالي. بلغ سعر نفط عمان اليوم تسليم شهر يونيو القادم 60 دولارا أمريكيا و90 سنتا للبرميل. وأفاد سوق دبي للطاقة أن سعر خام عمان شهد ارتفاعا بلغ 68 سنتا عن سعر يوم أمس. عالميا هبط سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 75 سنتا إلى 63 دولارا و23 سنتا للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي في عقود مايو المقبل 82 سنتا إلى 55 دولارا و89 سنتا للبرميل. نحن في أوربيت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات جراء استمرار المخاوف المتعلقة بالأزمة المالية في اليونان. وانخفض مؤشر يوروفورست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.3% في التداولات المبكرة بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع. وهبطت أسهم SKF 4% بعدما توقعت الشركة السويدية استقرار الطلب على منتجاتها في الربع الثاني، بينما نزلت أسهم سينجنتا 3% بعد إعلانها عن انخفاض المبيعات. انخفض مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، وذلك بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الإسكان في الولايات المتحدة وترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركات يابانية يبدأ صدورها الأسبوع المقبل. وهبط مؤشر نيكاي القياسي 1.2% وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 7 أبريل الجاري. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم وعودة إلى أحمد. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. تعول حديقة أبي جان للحيوانات في ساحل العاج على أسود جديدة جيء بها للانطلاق مجددا لتحل هذه الأسود مكان 6 غيرها لم تصمد خلال أعمال العنف التي شهدتها ساحل العاج. منذ أسبوع حل في حديقة أبي جان للحيوانات ضيوف جدد، أسد ولبوتان عمر الواحد منها بين السنة الواحدة والسنتين جيء بها مباشرة من جنوب إفريقيا. وستحل هذه الأسود مكان 6 غيرها لم تصمد خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد بين العامين 2010 و2011. نفقت تلك الأسود أمام أعيننا، لم نكن قادرين على تزويدها بالطعام وهي لا تأكل سوى اللحم،
وكنا غير قادرين على إطعام أنفسنا قبل إطعامها. وشهدت ساحل العاج في تلك الفترة أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية في العام 2010 وأسفرت عن مقتل 3000 شخص. ووقعت تلك الاضطرابات بعدما رفض الرئيس السابق لورانغ باغبو الاعتراف بفوز منافسه الرئيس الحالي الحسن وترا. ولم تقتصر نكبة الحديقة على الأسود، بل طالت أنواعا كثيرة أخرى ونجت أنواع أخرى مثل الضباع وفهرس النهر والفيلة. وحديقة أبي جان هي حديقة الحيوان الوحيدة في البلاد وإحدى أهم الحدائق في غرب إفريقيا، وقد أنشئت في الثلاثينات من القرن العشرين. ومع انتهاء أعمال العنف ما زالت الحديقة تواجه عددا من الصعوبات مثل تداعي بناها التحتية ومعداتها. لم تصبح هذه الحديقة حديقة حيوانات بمعنى الكلمة قبل أن نراعي فيها المعايير الدولية، أي أن الحيوانات التي تقيم فيها يجب أن تكون خارج الأقفاص في مساحات مسيجة مفتوحة لا تعطي الانطباع أن الحيوانات غير مسجونة. ومع أن الحديقة ليست في أفضل أحوالها، إلا أن وصول الأسود الثلاثة إليها يؤشر إلى توجه قوي لإعادة تأهيلها. ومن المقرر أن ينضم إليها في نيسان أبريل الحالي 3 حمير وحشية وزرافات وأنواع أخرى. ويهدف القيمون على الحديقة إلى أن تصبح غابة مصغرة في قلب العاصمة الاقتصادية لساحل العاج. وإلى ذلك الحين يبدي الزوار اهتماما بما تعرضه الحديقة من أنواع. وإضافة إلى أعمال العنف، تأثرت الحديقة سلبا بعوامل أخرى، فقد نفقت عشرة الحيوانات فيها بسبب النفايات السامة، ثم واجهت تهديد مرض إيبولا، ولا سيما مع استضافتها قردة تركها أصحابها في الشارع للاشتباه بأنها مصابة بالفيروس. في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. عشرات القتلى والجرحى في تعزف اشتباكات بين قوات الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني. والأمم المتحدة تطالب بتوفير نحو 300 مليون دولار للدعم الإنساني. سلسلة هجمات متفرقة في أنحاء بغداد توقع 40 قتيلا وتضارب الأنباء حول مقتل عزة الدوري. عناصر داعش تتراجع خلال اشتباكات مخيم اليرموك، والرئيس السوري يقول إن الوضع في بلاده بات أكثر تعقيدا. نترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومباشرة إلى معلومة اليوم، ومعلومة اليوم عن الدخان الضبابي، وهو عبارة عن ضباب ملوث بسبب وجود الدخان في الجو المحيط، ويتكون تحت خط الانقلاب الحراري مع رطوبة نسبية عالية، ويتواجد عادة في المدن الصناعية الكبرى. ومباشرة إلى آخر أصور الجوية وأجواء مستقرة خالية من السحب في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية بما فيها السلطنة، عدا بعض السحب العالية والمتوسطة التي تتدفق وتنتشر على أقصى شمال شرق شبه الجزيرة العربية، كذلك نشاط السحب الركامية جنوب بحر العرب. ومعكم مباشرة إلى تفاصيل حركة الرياح لنهار الغد، ورياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تصل إلى 15 عقدة على الساحل الجنوبي الشرقي، وحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج، وقصى ارتفاع له 1.5 متر، ورطوبة نسبية تصل إلى 85%.
شمال السلطنة ورياح جنوبية غربية غرب المحافظة شمالية في الجهة المقابلة وحالة البحر المتوسط الموج ارتفاع له مترين والرطوبة النسبية تصل إلى 75%. على ساحل المطلع على بحر عمان ورياح شمالية شرقية وحالة البحر هادئ وأقصى ارتفاع له متر وربع المتر والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 40% إلى 80%. إلى تفاصيل الأجواء لنهار الغد ودرجات الحرارة تصل إلى نهاية الثلاثينات وأجواء مستقرة كذلك والحال في الرستاق ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعينات. إلى صحار وأجواء مستقرة وخالية من السحب ودرجة الحرارة 38 درجة مئوية وإلى خصب ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعينات وأجواء مستقرة بوجه عام. إلى شمال الشرقية وبداية من إبرة أجواء مستقرة 41 نزوة كذلك وأجواء خالية من السحب. كذلك والحال في جبل شمس و 18 درجة مئوية عبر 42 وأجواء مستقرة كذلك والحال في البريني لتصل درجات الحرارة عند مطلع الأربعينات وإلى جنوب السلطنة وبداية من صلالة ودرجة الحرارة 33 درجة مئوية مع فرص لتدفق السحب تمرة 38 وأجواء مستقرة بوجه عام كذلك والحال في هيمة درجة الحرارة المتوقعة عند مطلع الأربعينات. إلى مصيرة ودرجة الحرارة عند منتصف الثلاثينات 35 درجة مئوية مع فرص لتدفق السحب كذلك والحال في الأشخرة 35 وأخيرا إلى صور ودرجة الحرارة عند مطلع الأربعينات 40 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا من أحوال الطقس وشكرا لمتابعتكم.